رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والبركة. أنا شاد رفاعي واليوم معي كاميرا جديدة من كاميرات نيكون آخر إصداراتها لهذه السنة، كاميرا D6. هاي الكاميرا الجبارة اللي فيها مميزات جدا ضخمة وتتميز عن غيرها من فئات الكاميرات باحترافية. هاي الكاميرا وشو مميزاتها ولمين موجهة رح نحكي عنها بهذه الحلقة. من خلال تجربتي لهذه الكاميرا خلال الأيام الماضية في عدة ظروف ومقاييس مختلفة، اكتشفت انه هذه الكاميرا فعلا بتأدي أداء عالي، خاصة في بالنسبة للفوكس بوينت وبالنسبة للشتر سبيد. هاي الكاميرا جاءت بمتخمة بالمواصفات ومتخمة بالمقاييس اللي هي تعتبر للمحترفين، وهذه الكاميرا اجت مميزة كمان بفوكس بوينت 1.5 بوينت 105 نقاط للفوكس وب17 نمط مختلف للفوكس، بتمكنك من انك انت تاخذ فوكس واضح وصريح لكل الفريمات ال14 اللي هي بتقدر تمكنك فيها. خلال تجربتي لهذه الكاميرا صورنا في عدة ظروف، وكانت هذه الكاميرا دائما ما خذلتني أبدا بموضوع الفوكس، واللي خلاني فعلا يعني أشوف أنه هذه الكاميرا خطر على جميع اللي يستخدموا الكاميرات أقل من الفئة الدي 6 أو الدي 5 واللي يستخدموا الكاميرات الثانية. إذا قارنوا هذه الكاميرا حيشوفوا فيها فرق شاسع بموضوع الفوكس، حيخليهم يفكروا مرة ومرتين ثلاثة باقتناء واحدة من هذه الكاميرات. خلال تجربتي للفوكس سيستم فيها كنت أتصور على 14 فريم بالثانية، وكانت دائما تتابع السبجكت بحرفية عالية، ودائما كنت أنا متمكن من أنه أخذ السبجكت بفوكس. الكاميرا تأخذ 14 فريم في الثانية وهذه سرعة جدا مميزة. مميزات الشكل الخارجي للكاميرا، اختلافها الوحيد أو اختلاف اللي يمكن يلفت انتباهنا هو الطرف العلوي للكاميرا، وبذلك السبب أنه في خلال هذه الكاميرا تم وضع جي بي اس داخل الكاميرا. فزي ما حكينا هذه المواصفات متخمة في هذه الكاميرا، فيها مداخل ومخارج تجعل هذه الكاميرا يمكن من أكثر الكاميرات اتصالا، وهذه جدا مهمة في حال الصحفيين، في حالة وكالات الأنباء، بتمكنك من التواصل المباشر. صورك لازم مجرد ما صورتها تكون موجودة أونلاين، وهذه الكاميرا بالواي فاي الموجود فيها، بالبلوتوث، بالإيثرنت الموجود فيها، بتمكنك تكون على تواصل مستمر مع محطتك فورا. طبعا من مميزات البطارية بهذه الكاميرا انها بتمكنك من تصوير 3600 صورة تقريبا في الشحن الوحدة، وهذا طبعا اداء جدا عالي لهيك كاميرات. بشكل عام الكاميرا هذه حتكون متوفرة قريبا بالأسواق. لمين موجهة؟ موجهة زي ما حكينا للأشخاص المحترفين اللي حابين يكونوا في الريادة دائما وصورهم دائما في القمة. أداء الكاميرا هذا المميز يعطيك 14 فريم بالثانية، وهذا اللي بيعززه كمان ذاكرات الكيو اس دي اللي بتخلي الكاميرا ما تعبي البفر تبعها أبدا وتاخذ الصور بسرعة جبارة. هذه الكاميرا تجربة مختلفة تماما. بشكل عام ورأيي الشخصي عن هذه الكاميرا، هي كاميرا جبارة، كاميرا فئة المحترفين، فيها قدرة وإمكانية تلبيك بكل الظروف، بأي ظرف كان هذه الكاميرا حتعطيك أداء عالي جدا. بهذه الكمية التكنولوجيا الموجودة فيها والكونكشن اللي فيها تعطيك حرية وتواصل دائما على اختيارك أنت لمجال التصوير اللي أنت بتصوره. أغلب الأشخاص اللي يكونوا مقتنينها حيكونوا بهم مهم جدا الأداء، وهذا الأداء فارق كبير ما بين أي مصور وأي مصور تاني باللحظات الحاسمة، وأكيد هذه الكاميرا حتعمل الفرق. في حال تمكنك أو اقتنائك لهذه الكاميرا حتعطيك ثقة وتعزز ثقتك أكثر بالأداء تبعها، وحيكون اعتمادك على الكاميرا في محله.